بسم الله. تفضلوا يا مشايخ، تقدموا، نحن سنبدأ هذا البرنامج. ان شاء الله تشرفتوا الان، تشرفتوا بالجلوس بجانبي ان شاء الله. استاذ كبير، الحمد لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Uhayyikum tahiyyatal islam, tahiyyata ahlil jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa'adata mudiri ma'hadil furqan al-islami Al-Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullahu ta'ala, sa'adata asatidati dari lughah bi Aceh hafizakumullahu ta'ala, ayuhal asatidah, ayyatuhal ustadat, al-musyarikuna wal-musyarikat fi hadhihi ad-dawrah hafizakumullahu ta'ala jami'an. Al-yawm indana haflatul ikhtitam li hadhihi ad-dawratil mukatsafah allati qad addainaha khilala 20 yawman bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dhalika tartibul baramij al-barnamajul awwal al-muqaddimah wal barnamajus tsani al-kalimat min mudiri ma'hadil furqan al-islami البرنامج الثالث الكلمات من مدير دار اللغة البرنامج الرابع الكلمات والإرشادات والبرنامج الخامس قراءة أسماء خريجي دار اللغة للمستوى الأول وتسليم الشهادات البرنامج السادس قراءة أسماء الطلاب المتميزين وتسليمهم شهادة التكريم البرنامج السابع تسليم ذكريات من دار اللغة العربية إلى مدير معهد الفرقان الإسلامي البرنامج الثامن تسليم ذكريات من معهد الفرقان الإسلامي إلى دار اللغة العربية البرنامج التاسع تسليم ذكريات من مشارك الدورة إلى أساتذة دار اللغة والبرنامج العاشر الاختتام. فهيا بنا نبدأ جلستنا في هذا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إلى برنامج الثاني الكلمات من مدير معهد الفرقان الإسلامي سيلقيها فضيلة أستاذنا أحمد سابق حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa min al-kalimati as-sa'irah fil alsun likulli bidayatin nihayah ولكل افتتاح اختتام قد توافق مثل هذه الكلمات لهذه المناسبة
ولهذه الحالة الذي نحن عليه الآن. فنحن الآن في اختتام دورتنا اللغوية المكثفة الذي أديناها خلال 20 يوما لأساتذة هذا المعهد المبارك بالتعاون مع دار اللغة العربية بأجه. فبداية نشكر ربنا تبارك وتعالى على ما أنعم علينا بإتمام هذه الدورة. فكل هذه الأشياء لا يكون إلا بتوفيق من رب العالمين، أن يوفقنا جميعا، يوفق يعني دار اللغة وأساتذة دار اللغة، ويوفقنا يعني أساتذة معهد الفرقان وأستاذات يعني من معهد الفرقان لنقيم سويا يعني هذا البرنامج العظيم في تعليم أو طريقة تعليم اللغة العربية الذي سنقيمها في هذا المعهد المبارك. وثانيا نشكر الأساتذة من دار اللغة العربية على جهودهم قبل بداية الدورة وخلال بداية الدورة وبعد بداية الدورة وبعد الدورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ف يعني ولو كان مدير المعهد الأستاذ ياسر اعتذر عن حضور هذه الحفلة وهذا الاختتام لأنه في البارحة اتصل بي إنه اعتذر عن الحضور، يعني أنه سقط من الدراجة قبل أيام، يعني لكن ليس له بأس، فقط يحتاج إلى المعالجة يعني القليلة. فنشكره يعني نشكره على كل جهوده، ونشكر الأساتذة على كل يعني هذه الجهود. وثالثا نشكركم جميعا أيها الأساتذة وأيتها الأستاذات يعني على هذا الجهود وهذا هذه المشاركة وعلى هذا الانضمام وعلى هذا الانضباط يعني خلال يعني الدورة. فنقول بارك الله فيكم، ولو كان هذا اختتام دورة ولكن هذا ليس اختتام اللغة العربية، بل هذا بداية، بل أقول بداية البداية، لأن ما أردناه وما هدفناه من هذه الدورة هو إنشاء تنشئة البيئة العربية في معهدنا، يعني فيكون بعد هذه الدورة بداية إنشاء، فيكون الجهود أكثر فأكثر، يعني أكثر فأكثر، لأن إذا كان في الدورة الكلام بالعربية قد يكون أمر مناسب لأننا في خلال الدورة، ولكن الأمر القضية يكون بعد ذلك، يعني هل سننجح في إنشاء البيئة العربية في معهدنا أو لا. فلذلك يا أخوان كل ذلك بداية منا نحن الأساتذة، بداية منا نحن الأساتذة، ثم يعني المشرفون، ثم المشرفون. فإذا رأى طلابنا، فإذا رأت طالباتنا يعني أن الأساتذة والأستاذة يتكلمون يوميا يعني في شؤونهم في الإدارة في الفصول في السكن يعني باللغة العربية، فهم تبع لنا، فالتابع تابع، يعني فالتابع تابع. فإنشاء هذه البيئة نبدأ منا، ثم يعني من طلابنا، ثم بعد ذلك إلى موظفين في هذا المعهد. هذه المراحل الثلاث. فكل ذلك يا أخوان يبدأ منا الأساتذة، يبدأ يعني منا الأساتذة. قد يكون يعني بعضنا يصعب عليه الكلام يعني إلى الآن، يعني يصعب عليه الكلام، ولكن الكلام ليس هناك طريقة للطلاقة إلا بكثرة الكلام يوميا، يعني فمن أكثر من الكلام العربي فكلامه يكون عربي، يعني لا يكون الأمر صعبا بعد ذلك. فانظر إلى هؤلاء الذين يأتون إلى بلاد العرب وهم لا ينطق ولا حرفا واحدا، هؤلاء الأملاء العاملات الذين هم يأتون إلى جزيرة العرب، إلى بلاد الحرمين مثلا، إلى السعودية أو إلى بلاد العرب الأخرى، فهم
la yataharrajuna ba'dhuhum la yataharrajuna wal ibtidaiyah wala yantiquna wala biharfin wahid qad yakunu ba'dhuhum la yaqra'una al-Qur'an walakin lamma kanatil bi'atu bi'ah arabiyyah yatakallamuna kalam arabi bitalaqah ba'da syuhur aqul ba'da syuhur la yantiquna yasil ila la yasil yani ila sana bal la yasil ila nisfi sana falidhalika ya ikhwan nabda minna فمن رزقه الله طلاقة في الكلام فيحمد الله يعني فيواصل في هذه في هذا الجهود فمن لم يستطع ذلك فيجاهد نفسه فيجاهد نفسه في هذا الأمر سيجد يعني الثمرة الطيبة بعد ذلك إن شاء الله فإذا كان هذا لي نحن لنا نحن الأساتذة فيكون الطلاب تبع لنا بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا ما أود أن أقوله أمامكم في هذا الختام فآخر شيء نشكر الله عز وجل على هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما بعده من برامجنا في إنشاء البيئة العربية في معهدنا المبارك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات البرنامج التالي الكلمات من مدير دار اللغة والذي ينوب عنه الأستاذ يسري حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك ونقدم الشكر لله عز وجل في ختام هذه الدورة المباركة وهي دورة تدريبية للمدرسين والمدرسات في 20 يوماً وقد يسر الله لنا أن نقيم هذه الدورة المباركة في معهد الفرقان الإسلامي تحت إشراف فضيلة الأستاذ أحمد سابق حفظه الله تعالى ونشكر الأستاذ جزيل الشكر الذي أتاح لنا هذه الفرصة ولا أنسى أن نقدم جميع الشكر لجميع الأساتذة والأستاذات على مشاركتهم في هذه الدورة المباركة أيها المشايخ وأيها الأستاذات ولقد بذلتم جهودكم ليلا ونهارا من خلال هذه الدورة وتركتم أهاليكم وتركتم أعمالكم من أجل هذه اللغة الشريفة وطوبى لعبد أشغل بالعلم ليلا ونهارا ولله دره من قال العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذه الأعمال التي بذلتموها خلال هذه الأيام في ميزان حسناتكم ولا سيما نحن الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة ومن أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر أيها الأستاذات وأيها الأستاذات وأيها الأساتذة الفضلاء واعلموا أن لكل بداية
نهاية ولكل مقدمة ختاما كما أسلف الأستاذ قبل قليل. ونحن الآن في ختام هذه الدورة وقضينا أياما معكم وقضينا لحظات جميلة مع أناس تركوا أثرا طيبا في نفوسنا. وما أصعب الوداع عندما نقول لأشخاص ملأوا حياتنا بجمالها. فشكرا لكم أيها الأساتذة، فشكرا لكنا أيها الأستاذات على البذل والعطاء، فشكرا لكم على حسن ضيافتكم لنا خلال هذه الأيام الجميلة. وهذه الأيام تمر مرة سحر، فكأننا مكثنا فيها يعني في هذا المكان يعني أياما قلائل، وما شعرنا أننا قد مكثنا أكثر من 20 يوما، وتبقى هذه الأيام ذكريات لنا إن شاء الله بإذن الله. طيب، وأنا كمدير كسفير دار اللغة العربية أنوب عن جميع الأساتذة في دار اللغة العربية، أطلب منكم المسامحة إن كانت أقوالنا تجرح مشاعركم وتجرح يعني قلوبكم، ونحن نعتذر إليكم عن جميع الأخطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات. البرنامج التالي الكلمات والإرشادات سيلقيها فضيلة الأستاذ ذو الكفلي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الموقر مدير معهد الفرقان الإسلامي الأستاذ أحمد سابق حفظه الله تعالى ورعاه، الموقرون أساتذة دار اللغة العربية حفظهم الله تعالى ورعاهم، وأخص بالتوقير والتعظيم للأساتذة والأستاذات في هذا المعهد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى بنعمته وفضله ومنته، نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الجمعة، وأنتم تعلمون أن يوم الجمعة سيد الأيام، يوم مبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس. نسأل الله تعالى أن يبارك فينا وأن يبارك في جلستنا هذه إن شاء الله تعالى. بداية، كيف أخباركم؟ لسنا في الفصول، نحن في المسجد الآن، انتهينا من الدورة ولله الحمد، فلذلك يعني أنا أرى وجوه يعني مستعدة للدروس هكذا. نعم، الحمد لله. أيها الأساتذة، أيتها الأستاذات، في الحقيقة من سوء أدبي أن أجلس بين أيديكم لأتكلم وأنصح. أنتم والله أعلى وأجل من أن تنصحوا،
لكن عملا بقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه. أيها الأساتذة والأستاذات، اسمعوا وعوا وتعلموا تعلموا وتفهموا تفهموا. اعلموا أن هذا اللسان العربي لا بد أن يحفظ، أن هذا اللسان العربي لا بد أن يهتم به ويحافظ عليه. وعاني باللسان العربي اللغة العربية وفقا لقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. نحن أيها الإخوة مطلوبون بحفظ هذا اللسان طلبا شديدا. والعمريطي نظم المنظومة وقال في مطلعها: وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. لا بد أن نحفظ هذا اللسان العربي. لماذا؟ حتى نفهم القرآن ونفهم الحديث. إذن نحن مطلوبون بحفظ اللسان العربي، لكن كيف نحفظ اللسان العربي؟ كيف يحفظ اللسان العربي ومن يحفظه؟ يحفظ اللسان العربي بالتعليم والتعلم. نعلم طلابنا وطالباتنا، نعلم أبناءنا، نعلم المسلمين اللغة العربية. هكذا يحفظ اللسان العربي. ونحن خرجنا إلى هنا وهناك وطفنا هذا البلد وتجولنا فيه، شرقنا وغربنا، لأجل ماذا؟ لأجل حفظ اللسان العربي. صبرنا في هذا الطريق، تحملنا المشاق وتحملنا الفراق، فراق زوجاتنا أيام طويلة. نعم، لأجل ماذا؟ لأجل هذا، لأجل حفظ اللسان العربي، لأجل تعليم اللغة العربية ونشرها في هذا البلد، لأجل محو أمية اللغة العربية لدى المسلمين إن صح التعبير، محو أمية اللغة العربية. أنتم تعلمون أن اللغة العربية لغة هذا الدين، أليس كذلكم؟ نعم. لكن للأسف الشديد المسلمون يجهلون هذه اللغة الشريفة. العربية غريبة جدا عندهم، يعرفون الإنجليزية أكثر من معرفتهم للغة العربية، وكان أولى لهم أن يعرفوا العربية أكثر من معرفتهم للغة الإنجليزية، إذ أن اللغة العربية لغة دينهم. لأجل هذا يا إخوة خرجنا، نريد أن نجعل اللغة العربية معروفة لديهم، نريد أن نجعلهم يحيون بهذه اللغة، نريد أن نزرع حب اللغة العربية في قلوب المسلمين. فلذلك خرجنا من آجه وانتشرنا في هذا البلد لأجل هذا، حتى يتعلموا هذه اللغة الشريفة الجميلة. هذا الأول. الثاني، حفظ اللسان العربي مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية المسلمين، مسؤوليتنا في آجه ومسؤوليتكم في هذا المكان. ونحن طبعا لا نستطيع أن نقوم بهذه المهمة وحدنا، نحتاج إلى مساعدتكم، بل نريد أن تكون هناك مراكز ومعاهد أخرى تعمل على تعليم اللغة العربية حتى
تحيا اللغة العربية في هذا البلد في هذا البلد الحبيب. هذا الذي نريد أن نحققه. المسلم هذا لابد أن يكون هدفه كبيرا. قدماه ملتصقتان في التراب ومجده وهدفه يعلو أنان السماء. الحمد لله الحمد لله. أيها المعلمون والمعلمات، نحن قمنا بهذه الدورة خلال 20 يوما، هذه الدورة المكثفة، وكل واحد منا قد عرف طرق تدريس اللغة العربية، خاصة العربية بين يديك. والآن ماذا نريد؟ نريد منكم أن تعلموا اللغة العربية بهذه الطرق. نريد منكم أن تعلموا اللغة العربية باللغة العربية لا بالترجمة، نستطيع إن شاء الله تعالى. ونريد كل فرد من أفراد هذا المعهد إن شاء الله تعالى يتكلم باللغة العربية في مقبل الأيام. طبعا لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى جهود عظيمة، نحتاج إلى جهود كبيرة، نحتاج إلى جهود كبيرة. لا بد أن نبذل جهودنا، لا بد أن نبذل قصار جهودنا، ولا بد أن نسخر أعضاء أجسامنا في تعليم اللغة العربية حتى نستطيع أن نحقق هذا الهدف. إذن لا بد من الجهود، يعني لا بد من عصر العقول وبذل الجهود حتى نستطيع أن نحقق هذا الهدف. ونحن أيضا يا إخوة سنواجه الصعوبات والمشكلات عندما نعلم طلابنا وطالباتنا. يعني هذا أنا هنا لا أبالغ ولا أجامل، ولكن نحن قد مررنا بها، فلذلك نريد أن نخبركم. نحن في دار اللغة العربية واجهنا مشكلات كثيرة جدا من وقت إلى وقت آخر، فما خرجنا من مشكلة إلا ودخلنا في مشكلة أخرى، فكأننا خلقنا لأجل حل المشكلة. نعم، ما دخلنا في مشكلة إلا ودخلنا في مشكلة أخرى، ولكن الحمد لله بعد الملاحظات وبعد التقييم المستمرة وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وبلغنا ما بلغناه الآن. المشكلة ستحدث. المعلم الناجح هو الذي إذا دخل في مشكلة استطاع الخروج منها. إذن خلاف ذلك المعلم الفاشل إذا دخل في مشكلة بقي فيها لم يستطيع أن يخرج. إذن الشاهد ماذا يا أخوة؟ الشاهد المشكلات ستحدث هنا وهناك. هناك مشكلات تحدث قبل عملية التعليم، وهناك مشكلات تحدث أثناء عملية التعليم، وهناك مشكلات أيضا تحدث بعد عملية التعليم. ولا ينبغي لنا أن نكون ضعفاء أمام هذه المشكلات. الرجال لا يضعفون أمام المشكلات، الرجال يضعفون أمام الزوجات إلا المتكلم. نعم، لا ينبغي لنا أن نكون ضعفاء أمام المشكلات. نحل هذه المشكلة، نعالج هذه المشكلة. قلنا قبل قليل هناك مشكلات تحدث قبل عملية التعليم، كعدم معرفة طرق تدريس العربية بين يديك مثلا، والحمد لله نحن قد تعلمنا هذه الطرق. كعدم الكفاءة اللغوية لدى المدرسين، ما شاء الله أنتم أهل اللغة ومعلم اللغة الحمد لله. وكذلك كعدم الوسائل التعليمية والكتب الدراسية. هذه المشكلة كلها لا بد أن تعالج وتحل بسرعة. وهناك مشكلات أيضا تحدث أثناء عملية التعليم. هذا الطالب لا يحب اللغة العربية، وهذا الطالب
لا يتكلم باللغة العربية، هذا يتغيب عن الدراسة، وهذا لا ينضبط بالوقت، والمدرس لا ينضبط بالوقت. مشكلات كثيرة لابد أن تعالج هذه المشكلات. لماذا؟ لأن هذه المشكلات تعوق وتمنع أهداف عملية التعليم والتعلم. إذن حتى نصل إلى أهدافنا لابد من معالجة هذه المشكلات. وهناك مشكلات أيضا تحدث بعد عملية التعليم، بعدما الطلاب بعدما درسوا اللغة العربية لا يتكلمون باللغة العربية، لا يمارسون الكلام باللغة العربية. التوقف عن تعليم اللغة العربية، فتور الهمة وغير ذلك من المشكلات. هذه المشكلات كلها يا إخوة ستحدث، وعندما تحدث هذه المشكلات نعالجها، نحلها، ولا نفر منها، ولا نتركها، ولا نستسلم، بل نعد هذه المشكلات من الدوافع حتى نتطور ونتقدم في مقبل الأيام إن شاء الله تعالى. نعم. أخيرا أقول لكم الاستقامة والاستقامة، الصبر والاستقامة في التدريس. مهما تواجهوا مشكلات كثيرة وصعوبات متنوعة وتحديات عديدة في التدريس، فدرسوا طلابكم، فدرسنا طالباتكن اللغة العربية باللغة العربية حتى تحققوا أهدافكم، وحتى يتكلم كل فرد من أفراد هذا المعهد باللغة العربية إن شاء الله تعالى. استمروا حتى تحققوا، حتى تبلغوا القمم. وكما قيل، لا نحتاج إلى الهمم لنصل إلى القمم. أقول لكم في ختام هذا، في الحقيقة لا نريد هذه الجلسة أن تقع، لأننا في الحقيقة لا نريد أن نفارقكم، أنتم في قلوبنا وهذا المعهد في قلوبنا. وكما قيل، من دخل القلب يوما سكن فيه دوما. هذا كلام جميل، ليس كذلك؟ من سكن القلب يوما سكن فيه دوما. هذا المعهد في قلوبنا وأنتم في قلوبنا، ونتمنى أن نزور هذا المعهد مرات عديدة إن شاء الله تعالى. وأختم كلامي بتسبيح كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات. والبرنامج التالي قراءة أسماء خريج دار اللغة العربية للمستوى الأول وتسليم الشهادات سيقوم بها الأستاذ ألكسندر حفظه الله تعالى، وسيقرأ كذلك القرار من دار اللغة. فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله. سامحوني أيها الأساتذة الأكابر، واسمحوا لي أن أتكلم بالإندونيسية. Keputusan Direktur Darul Lughah Al-Arabiyah Aceh Indonesia nomor 52 garing DLA underscore Aceh garing 6 garing 2023 tentang haflah ikhtitam lulusan program 20 hari berbahasa Arab pada Lembaga Pelatihan Bahasa Arab Darul Lughah Al-Arabiyah tahun akademik 2023 memutuskan menetapkan, pertama, surat keputusan Direktur Darul Lughah Al-Arabiyah Aceh Indonesia tentang haflah ikhtitam program 20 hari berbahasa Arab. Kedua,
beserta haflah ikhtitam Darul Lughah Al Arabiyah program 20 hari berbahasa Arab tahun akademik 2023 terdiri dari 117 peserta didik seperti yang terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan transkrip nilai sesuai dengan hasil studi selama di Darul Lughah Al Arabiyah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Jumat 23 Juni 2023 tertanda Direktur Darul Lughah Al Arabiyah Al-Ustaz Muhammad Yasir Eskom IMA. Lampiran 1. Surat Keputusan Direktur Darul Lughah Al Arabiyah nomor 52 garing DLA underscore Aceh garing 6 garing 2023 tanggal dan hari Jumat 23 Juni 2023 tentang haflah ikhtitam Darul Lughah Al Arabiyah program 20 hari lancar berbahasa Arab tahun akademik 2023. نذكر من الإخوة الذين سنذكر أسماءهم أن يتقدموا لاستلام هذه الشهادات. أكرر وأقول نرجو من الإخوة الذين سنذكر أسماءهم أن يتقدموا ليستلموا الشهادات. كلاس إخوان A. عبد الله رشيد jumlah nilai 93.25 dengan predikat ممتاز. Fadil Ustaz Yasir. Fadil. Amam afdal Ustaz. Abdullah Yahya An-Najati jumlah nilai 96.75 dengan predikat mumtaz. Mungkin anu seri aqalilan ada. Ahmad Hadiq jumlah nilai 92 dengan predikat mumtaz. Ahmad Zamrani jumlah nilai 88.50 dengan predikat mumtaz. Agus Setio Nugroho jumlah nilai 97 dengan predikat mumtaz. Anjir. Masya Allah. Dan hadir syahadat siapa? Andi Mira Kusuma jumlah nilai 91 dengan predikat mumtaz. Ginanjar Susilo jumlah nilai 85.75 dengan predikat jiddan. Arif Rahman Hakim jumlah nilai 93.25 dengan predikat mumtaz.
Arwin, jumlah nilai 87 dengan predikat mumtaz. Hasan Bakhtiar, jumlah nilai 94,25 dengan predikat mumtaz. Ilham Rushdi, jumlah nilai 96,50 dengan predikat mumtaz. Ilham, jumlah nilai 93,25 dengan predikat mumtaz. Lindro Warnoto, jumlah nilai 89,25 dengan predikat mumtaz. Lis Mujiono, jumlah nilai 95,25 dengan predikat mumtaz. Mustafa Al-Iman, jumlah nilai 86,50 dengan predikat mumtaz. Muhammad Khairul Fajri, Khairul Fajar, afwan, jumlah nilai 96 dengan predikat mumtaz. Nofri Endri, jumlah nilai 94 dengan predikat mumtaz. Puji Susanto, jumlah nilai 92,50 dengan predikat mumtaz. Suparman, jumlah nilai 82,25 dengan predikat jaid jiddan. Wahid Heri Kurniawan, jumlah nilai 88,75 dengan predikat mumtaz. Al-an lil ikhwah min faslil ba. Al-ustadz Anwari Ahmad, dengan jumlah nilai 92,50 dengan predikat mumtaz. Asik Amali, jumlah nilai 92,75 dengan predikat mumtaz. Azwar Anas, jumlah nilai 91 dengan predikat mumtaz. Ibrahim Al-Ghazi, jumlah nilai 96,25 dengan predikat mumtaz. Lalu Abdul Mannan, jumlah nilai 90 dengan predikat mumtaz. Muhammad Amin, jumlah nilai 93,50 dengan predikat mumtaz. Muhammad Najahi Majid, jumlah nilai 96,75 dengan predikat mumtaz. Muammar Sulaiman, jumlah nilai 86,50 dengan predikat mumtaz. Muhammad Ibrahim, jumlah nilai 92,50 dengan predikat mumtaz. Muhammad Afandi Lesi, jumlah nilai 90,75 dengan predikat mumtaz. Muammar Umar Hamdan, jumlah nilai 96 dengan predikat mumtaz. Munadir, jumlah nilai 88,75 dengan predikat mumtaz. Raihan Rahmanullah, jumlah nilai 90,50 dengan predikat mumtaz. Rahmat Hadi Sarjono, jumlah nilai 95,25 dengan predikat mumtaz. Rahmanto, jumlah nilai 90,50 dengan predikat mumtaz. Salahuddin, jumlah nilai 95,25 dengan predikat mumtaz. Gaung Ibnu Isnain, jumlah nilai 88 dengan predikat mumtaz. Al-an lil ikhwah min faslil jim. Abu Fauzan, jumlah nilai 90 dengan predikat mumtaz. Agus Sarjana Abu Ghazi, jumlah nilai 91,50 dengan predikat mumtaz. Ahmad Dodi, jumlah nilai 95,25 dengan predikat mumtaz. Ahmad Jazuli, jumlah nilai 94,25 dengan predikat mumtaz. Ali Sulaiman, jumlah nilai 90,50 dengan predikat mumtaz. Andri Sunanto, jumlah nilai 81,25 dengan predikat jaid jiddan. Bayu Wida Pranata, jumlah nilai 91,25 dengan predikat mumtaz. Budi Triyono, jumlah nilai 90,75 dengan predikat mumtaz. Hendria Waskita, jumlah nilai 79,25 dengan predikat jaid jiddan.
Irwan Yusuf, jumlah nilai 92.25 dengan predikat mumtaz. Muhammad Teguh Supriyadi, jumlah nilai 90.75 dengan predikat mumtaz. Muhammad Fatih, jumlah nilai 91 dengan predikat mumtaz. Muhammad Nasiruddin Nasir, jumlah nilai 91.50 dengan predikat mumtaz. Muhammad Rahmat Azmi, jumlah nilai 93.75 dengan predikat mumtaz. Muhammad Omar Abdul Aziz, jumlah nilai 97.50 dengan predikat mumtaz. Rotam, jumlah nilai 94.25 dengan predikat mumtaz. Salim Ali Basham, jumlah nilai 89.75 dengan predikat mumtaz. Teguh Prasetya, jumlah nilai 89 dengan predikat mumtaz. Tengku Urwatul Wusqa, jumlah nilai 97.25 dengan predikat mumtaz. Agung Bimantoro, jumlah nilai 79.50 dengan predikat jayyid jiddan. والآن دار الإخوة من فصل الدال. أحمد نصر الله, jumlah nilai 91.75 dengan predikat mumtaz. Hafid Rafyardi, jumlah nilai 96.25 dengan predikat mumtaz. Abdul Muiz, jumlah nilai 89.75 dengan predikat mumtaz. Abdullah Syarifuddin, jumlah nilai 84.25 dengan predikat jayyid jiddan. Afifi Aulia Ahmad, jumlah nilai 97.50 dengan predikat mumtaz. Agus Rahmat, Agus Rahmat, jumlah nilai 91.50 dengan predikat mumtaz. Agus Tantio, jumlah nilai 87.50 dengan predikat mumtaz. Bobby Chandra Saputra, jumlah nilai 66.25 dengan predikat jayyid. Erlis Qawi Huda, jumlah nilai 93.25 dengan predikat mumtaz. Rian Fadli, jumlah nilai 91.75 dengan predikat mumtaz. Muhammad Harith, jumlah nilai 94.50 dengan predikat mumtaz. Harry Roman Cahyadi, jumlah nilai 93.25 dengan predikat mumtaz. Muhammad Muiz Setiawan, jumlah nilai 90 dengan predikat mumtaz. Muhammad Iqbal Jemat, jumlah nilai 94.75 dengan predikat mumtaz. Muhammad Maulana Ishaq, jumlah nilai 95.75 dengan predikat mumtaz. Muhammad Ziyad Ar-Razzaq, jumlah nilai 93.75 dengan predikat mumtaz. Oki Pranoto, jumlah nilai 91.25 dengan predikat mumtaz. Rahid Batua, jumlah nilai 93.25 dengan predikat mumtaz. Suparman, jumlah nilai 97 dengan predikat mumtaz. Muhammad Fadil, jumlah nilai 87.25 dengan predikat mumtaz. Amadil akhwat, insyaallah taala al-ustadzah satusallimu asyhadat. والآن أيها الأساتذة جاء دور لنسلم الشهادات وهذه شهادة الامتياز لكل فصل لكل فصل من هؤلاء سنعرف بعد أسبوع بعد قليل بعد قليل اصبر اصبر من فصل الألف الطالب المتميز
Al-Ustadhu Agus Setio Nugroho Falehi fal yatafadhal wa yataqaddam wa ladhi sayusallim al-mudir. Min faslil ba Muhammad Najahi Majid falyatafaddal. من فصل الجيم الأستاذ محمد عمر عبد العزيز تفاوت قليل بين الطالبين قليل. من فصل الدال الأستاذ عفيفي أولياء أحمد هو إمام. نشكركم جميعا أيها الأساتذة الأكابر. نقول في النهاية لو كنا نعلم فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن أخلصناها لكم من قلوبنا مهذبة حظوا على مثل ما أنتم من حسن. ومعذرة أيها الأساتذة سنواصل قليلا لأن هنا أيضا يريدنا أن يعرفنا النتائج. من فصل الأخوات فصل الألف يا سره جملة نلاي 92 dengan predikat ممتاز. Titik Setia Rahayu jumlah nilai 83.25 dengan predikat jayid jiddan. Farah Auladina Salihah jumlah nilai 94.50 dengan predikat mumtaz. Raudhatul Amaniyah jumlah nilai 93.25 dengan predikat mumtaz. Partun jumlah nilai 90.75 dengan predikat mumtaz. Virus Rania Shifa jumlah nilai 93 dengan predikat mumtaz. Radiyatun Nisa jumlah nilai 86 dengan predikat jayid jiddan. Qina Dinayati jumlah nilai 95 dengan predikat mumtaz. Ashifatul Aini jumlah nilai 88.25 dengan predikat mumtaz. Safirat Dia Hamidah Juwairiyah jumlah nilai 91.75 dengan predikat mumtaz. Prapti Surya Ningsi jumlah nilai 88 dengan predikat mumtaz. Indah Purwati jumlah nilai 83.75 dengan predikat jayid jiddan. Nur Cahyanti jumlah nilai 89.50 dengan predikat mumtaz. Lailatul Mufidah jumlah nilai 82.50 dengan predikat jayid jiddan. Bunga Karunia Rizki Akbari jumlah nilai 91.25 dengan predikat mumtaz. Waliqatul Majidah jumlah nilai 93.75 dengan predikat mumtaz. Novita Indriyani
jumlah nilai 91 dengan predikat mumtaz. Lailun najah, najahah, jumlah nilai 84.25 dengan predikat jayid jiddan. Nur Anisatur Radiyah, jumlah nilai 93 dengan predikat mumtaz. Wa talibah al-mithaliyah al-mutamayizah al-ustadah Qina Dina Yati. Hadha huwa al-muntazir. Min faslil ba. Syamsiyah Utami, jumlah nilai 97.75 dengan predikat mumtaz. Miftahul Khairiyah, jumlah nilai 94.25 dengan predikat mumtaz. Lilik Enawati, jumlah nilai 87.50 dengan predikat mumtaz. Wafa, jumlah nilai 91.25 dengan predikat mumtaz. Khadijah Afifah Tahirah, jumlah nilai 96.25 dengan predikat mumtaz. Salfia Ilham, jumlah nilai 94.25 dengan predikat mumtaz. Ummu Ghazi, jumlah nilai 87.25 dengan predikat mumtaz. Tazkiyah Nufus, jumlah nilai 95.50 dengan predikat mumtaz. Arini Jannati Ahmad, jumlah nilai 91.25 dengan predikat mumtaz. Armi Sulistianingsi, jumlah nilai 85 dengan predikat jayid jiddan. Fitriah, jumlah nilai 85.25 dengan predikat jayid jiddan. Yesi Kencanawati, jumlah nilai 84.75 dengan predikat jayid jiddan. Yasirah, jumlah nilai 90 dengan predikat mumtaz. Nikmah Afifah, jumlah nilai 88.75 dengan predikat mumtaz. An-Nurul Mufidah, jumlah nilai 91.50 dengan predikat mumtaz. Sakinah Aurora Rizwina Az-Zahra, jumlah nilai 92 dengan predikat mumtaz. Lisofi Amalia Al-Karami, jumlah nilai 90.75 dengan predikat mumtaz. Yuliani Husna, jumlah nilai 91.75 dengan predikat mumtaz. Zahidah Maria Hakim, jumlah nilai 87.50 dengan predikat mumtaz. Aisyah binti Novi, jumlah nilai 86 dengan predikat jayid jiddan. Wa talibatul mithaliyah awil mutamayizah al-ustadah Syamsiyah Utami. Syakarallahu lakum jami'an. Al-an al-barnamaj as-sabi' تسليم ذكريات من دار اللغة العربية إلى مدير معهد الفرقان الإسلامي فليتفضل مشكورا. والبرنامج الثامن تسليم ذكريات من معهد الفرقان الإسلامي إلى دار اللغة العربية.
والبرنامج التاسع تسليم ذكريات من مشاركي الدورة إلى أساتذة دار اللغة العربية. تفضل سيد. نريد أن يتقدم رئيس رؤساء الفصول، رؤساء الفصول لكل فصل، فليتفضل مشكورا. الآن من فصل ألف، تفضل سيد يسري. الأسماء لا تنسوا. نعم. الآن من فصل باء، الآن من فصل جيم، والآن من فصل دال. والآن نأتي إلى البرنامج الأخير ألا وهو الاختتام. فقبل الاختتام نشكركم على حسن اهتمامكم، ونشكركم على حضوركم، ونشكركم على مشاركتكم في هذه الدورة. أسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أيها الأساتذة والأستاذات، حفظكم الله تعالى جميعا. إلى اللقاء. نختتم جلستنا في هذا اليوم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.